بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المحاضرة عن النون اكسبريسد بريست بيشنس، هذا مرجع لطيف تبين شايف، وهذه الصفحات اسفل 704 707 حلو. كم صفحة؟ ثلاث صفحات براهيم، والأسئلة من الكتاب. طيب من الثلاثة؟ ها من الثلاثة شد حيل بالله، أهل أربعة ثلاثة وشوي. طيب هنا شوية انتروداكشن تذكير، أخذتم أنتم الهيستولوجي حق البريست؟ لا ولا لسه؟ السنة الماضية السنة الماضية. طيب في حاجة اسمها لو، في حاجة اسمها دبلوبيو، في أسينار أو ألبيونار، في الدكس. طيب شو الفرق ما بين اللوب واللوبيو؟ لوبيو الأصغر كبير. أيوه يا سلام، لوب يعني بالعربي نقول فص مثلا، لوبيو لما تسمع يو اللي هذا اللي بالأخيرة تصغير يعني قصيص، ها؟ فبالعربي هذا طبعا اللي هو اللوب. اللوب يتكون من مجموعة فصول، شايفين؟ عندنا في كل بريست تقريبا 10 أو 12 لوبز، يعني في رينج معين، لكن أنا أفرج أوف 10 تو 12 تمام لوب. وهذا اللوبيو، هذا اللوب بالكامل لوبيو مفصول عن بقية اللوبيو بكونكتد تيشو أمام الستروما. طيب وهذه اللي هو الأسنس، هي تيرمينال بارت، هي اللي السكرتري بارت من الولد. وهذه صورة مكبرة طبعا باستخدام الالكترون مايكروسكوب. هذه عبارة عن ابيثيليال سيلز او الجلاندولار سيلز، وهذه عندنا في خلايا مايو ابيثيليال، هذه اللي ايش؟ تعصب الخلايا عشان تفرز افرازاتها الحليب وكذا. طيب عندنا احنا طبقتين، في ابيثيليال سيلز وفي مايو ابيثيليال سيلز. طيب في عندنا ثلاثة فيزز توجد في الطرق الطبيعية، اللي هو الاكتف اللي هو في النساء، اللي في الريبرودكتف ايج. طيب والقادرات على الحمل سن ما قبل من البلوغ الى ما قبل اللي هو سن الياس او المينوبوز. تقريبا نسبه الجلاند الى استروما خلينا نقول 50-50 في حالات الماكتيتي. طيب يزيد نسبه الجلاندولار تيشو تمام الى الاستروما بشكل اكبر، والنساء اللي هو طبعا اتروفيك ما بعد المينوبوز السن اللي يحصل اتروفي للجلاند فيزيد نسبه الاستروما على حساب اللي هو الجلاند. طيب هذا طبعا اللي هو الاكتف تمام، هذه نسبه تقريبا 50-50 تلاحظ هذه الجلاند وحولها الاستروما. السلام عليكم. وهذه طبعا لاكتيتنج وومن، شايفين الجلاند اكثر من الاستروما. طيب وهذا عباره عن تروفيك، شايفين الستروما كميتها بالنسبه للجلاند روتيشو كنسبة وتناسب اللي هو اكثر. وطبعا هذه فيري اكتف، وشايفين حتى باليوم تقريبا في سكريشن عباره عن من هذه لاكتيتنج وومن. انا مجرد انتروداكشن تسخين. طيب طبعا انا حاولت اني امشي مع الكتاب عشان لا تكون جايب من سلايدات غريبه ولا من سلايدات غريبه. طيب طبعا في صوره للتوضيح، لكن اللي يعنيكم الكتاب، لاسئله من الكتاب. طيب هذا مجرد فيجر او دايجرام بسيط يوضح لك اللي هو لما تيجي امراه تشكو من وجود ماس او ضم او كذا، فيعملوا لها بايوبسي 30% ما يكتشفوا شيء، ما في ار ريماركبل بالطبيعي. وفي 40% فايبروسيستيك تشينجز، فلو تلاحظ عندك 40% فايبروسيستيك تشينجز راح نتكلم عنها، فهي فيرلي كم 40% من الحالات اللي هو النساء اللي تبعد العياده تشكو من وجود لونج ولا ماس ولا نوجيو بسبب الفايبروسيستيك تشينجز راح نتكلم عنها. كمان في 10% كانسرز راح تاخذوها لاحقا، في فايبر ادنوما طبعا وبينهم تيومر، وفي مسلينيوس other causes تمام inflammatory causes. هذا طبعا ليس متنا، ما راح نجيب لك نسب لما انت يعني موسوعة لحفظ الارقام والنسب، بس انك تعرف هنا تقدم انه الفايبروسيستيك تشينج ليش افرد بحديث
لأن حقيقة فيلي كم. طيب في أشياء ديفلوبمنت، في أشياء يعني أمراض مختلفة ذكرها الكتاب من نوردها في المحاضرة. في شيء سوبر نيومري ميتلز أو بريستيشو، سوبر نيومري يعني زائد عن الطبيعي، تمام؟ إما بريستيشو إضافي أو نفل إضافي، تمام؟ طبعا أنت لما تيجي في حالة تشكل أثناء تشكل الجنين، تمام؟ في عندنا خطين، خطين هذه يسمونها ملك لان، تبدأ من هنا تقريبا من الأجزاء وأنت نازل بالشكل هذا، هذا الملك لاينز. فممكن تحصل يعني نفل إضافي مثلا هنا على سبيل المثال، طيب؟ ممكن تحصل بريستيشو في أي منطقة أخرى، بريستيشو إضافي، والبريستيشو هذا يخضع لنفس التغيرات اللي يخضع لها البريستيشو الطبيعي. فهذا السوبر نيومر. طيب يعني مثل الصورة هذه، هذا عبارة عن نفل إضافية، هذه ما هي مو يعني حد الصراحة، هذه تمام، هذا عبارة عن نفل إضافية موجودة على خط الملك لون. تصير للتغيرات اللي تصير العادية إذا كان في بريستيشو يخضع لنفس التغيرات تبعا للتغيرات الهرمونية، أي نعم، إذا كان في تيشو يعني بريستيشو، أحيانا فقط نفل إضافية. في كونجنتال انفيرجن اوف ذا نفل، يعني بالصوره بالشكل هذا، طبعا هذا بريستيشو اضافي موجود في الاكسس، تمام، اضافي مع الدايت. وهذا النفل ريتراكشن، النفل اللي شايفينها داخله للداخل ريتراكشن، طبعا خطورتها هذه ممكن تكون بعض الكانسر يصير فيها نفل ريتراكشن، فشويه تكون حذر. طبعا في انفلاماتوري بروسيسز ممكن يحصل معها نفل ريتراكشن، ما هي فقط خاصة بالجنين. في جالاكتوسيل، جالاكتوسيل وشو؟ حرفيا يعني عبارة عن كيس، يعني كيس ملك بالعربي. طيب كيس هذا النساء اللي ايش؟ الموضعات اللاكتيتي. طيب يحصل له ابستراكشن في واحدة من الدق ويحصلها دايليشن ويتشكل زي كيس مليان حليب في النساء الموضعات. طيب طبعا هذا الكيس ممكن يحصل له رابتشر مثلا، ممكن يحصل انفلاميشن، تمام؟ و ممكن يحصل يعني يحصل انفلاميشن في منطقة الرأس بشكل يكون painful وtender، تمام. الملك لاين هذه embryology، embryogenesis كيف تتشكل النفل؟ النفل طبعا هي جزء اصلا البريستيشو هو عبارة عن ايش؟ يقول لك modified apocrine، تمام، sweat gland، فهي جزء من السكين يعني والإبيديرمس، modified epidermis، فتتشكل النفل يعني. تشكل خط التشكل يعني خلنا نقول عيب خلقي او ديفلوبمنتال انوما، يعني مو طبيعي، ها؟ المفروض يتشكل بشكل طبيعي، المفروض عندك البريست اثنين والنبل اثنين، تمام؟ طيب في واحد يكون عنده نبل ثالث موجود على خط، على الخط اللي وريناه على الرسم، في اي مكان من الخط، هذا الملك لاين او ريج، هذا بالجميع اللي هو ايش؟ الملك لاين موجود، الملك لاين موجود حتى بالفيميل. طيب يعني ممكن واحد يكون هنا مثلا عنده نفل اضافي، هذا خلق يعني بس خلق، او يكون في عنده اديشنال بريستيشو، بريستيشو هذا الاضافي يخضع لنفس التغيرات الهرمونيه اللي تحصل في البريستيشو الطبيعي. يعني ممكن تبحثون صور وتشوفون يعني هذه كونجينيتال انومال، يولد اللي هو الطفل موجود الأشياء. هذا الخط يعني ممكن تحصل نفل هنا، نفل هنا، نفل هنا، ممكن أكثر من نفل، يعني شيء عيوب خلقية أو أنومالي يعني كونجنيتال أنومالي. طيب زي هنا هذه نفل، هذا نفل إضافي على نفس الخط. طيب وهذا عبارة عن في الأجزلة في عندك بريستيشو، تمام، وهذا في نفل ريتراكشن، وتكلمنا عن الجالاكتوسي نساء المبدعات يحصل أبستراكشن يتوسع عليه ورداك والدفن في المليان. طيب السلام على الشباب، عندكم متأخرين يا شباب، ربع ساعة، ها؟ ربع ساعة يعني المفروض تخيل الوقت. طيب في عندنا قلنا الفايبروسيستيك تشينجز يعني تمثل 40%، هذه كم؟ كم تشوف اذا في حديد شوي؟ طيب تقسم بشكلين من التغيرات، في نون بروليفريتد وفي بروليفريتد اللي هو تشينجز. طبعا هو لو تقرا الاسم فايبر
من ايش؟ فايبروسس. وسيستك من تشكل سيست. جت التسمية من اللي هو طبيعة التغيرات اللي تحت. في نون بروليفريت تكون عندك سيست او في زيادة بالبلستروم وفايبروسس. في عندنا بروليفريت في عندنا ايش تحت شكلين من التغيرات اللي هو الابيثيليا الهايبرفيليا او سيكلوزين ادنس. نيجي الان بالنسبة للسيست والفايبروسس. حقيقة هو الفايبروسيستك تشينجز ما هو الا خلينا نقول اكزاجريتد فيزيولوجيك تشينجز تحدث بالبريست تيشو نتيجة اللي هو التغيرات الهرمونية أثناء المنسترول سايكل. وبالتالي وين تحدث الفايبروسيستيك تشينجز؟ في النساء اللي في البرودكتيف ايج ما قبل المنسترول. طيب كان بالنسبة للتغيرات هذه. طيب عندنا تغيرات ممكن يكون زي سيست أو كيست. طيب وفي فايبروسيس نبدأ بالأول نون بروليفريتد هذا بشكل جروس ايش اللي يحدث؟ الآن في فايبروسس جروس اللي راح تشوف مناطق فايبروسس. فايبروسس كيف يبدو لونه؟ لونه أبيض. شايفين مناطق الظلال ثم مناطق فايبروسس. وهذا كيس مع الكات سكشن فتح الكيس هذا الايتي تقريبا لوسس. وفي عندنا سيست هنا مسكره تقريبا ولونها يبدو كانه ازرق شوي يسموها بلو دوم سيست عشان السكريشن مليان طبعا ووتري تيربت اللي هو السكريشن جوات السيست. طيب هذا بالنسبه فايبروسيستيك تشينجز كيف يبدو؟ هذا سيست يعني بشكل غوص نورمال هذا السيست كيف شكله؟ طبعا السيست يتفاوت حجمه الدايمتر حتى من اقل من سنتي الى 5 سنتي فهي متفاوته. عاده الفايبروسيستيك تشينجز ممكن يكون سوليتري ولكن عاده تكون بايلاترال ومالتي فول يعني تكون في تغيرات في الجهتين وفي كل جهه يكون عندنا اكثر من ليجن او اكثر من سيست تمام؟ هذا بالنسبة يعني بشكل عام. زي ما قلنا عشان نوضح الصورة. طايبو مأخوذة من فايبروسس. وسيستك يعني في تشكيل السيست. السيست شايفين دايليشن حاصل فيه اتساع في اللي هو في التابلوز وفي الأسنان. تمام؟ وفي زيادة كذلك في الستروما. تمام؟ شوية زيادة في الستروما فايبروسس. هذه صورة ثانية طبعاً. نفس العملية في دايليشن. طيب هذا دايليشن للدارك. طيب طبعا هذه مايكرو سيست احجامها صغيره شوي. وفي هذا سيست ما هو باقي الاسطوره بشكل كامل. هذا جزء من حدود السيست. في سيست كبير وهذا جدار السيست. السيست يغطى بايش؟ يغطى ابيثيليا سيست طيب في عندنا نوع من انواع الميتافيجا يسمونه افكروم ميتافيجا. طبعا السيلز المفروضه اللي عندنا قلنا طبقتين احنا من السيلز تمام؟ الابيثيليال سيلز ومعها المايو ابيثيليال سيلز. الابيثيليال سيلز كيف شكلها في الاسيناي وفي التابلو؟ المفروض تكون كيبويدا عاده او لو كلها. هذه السايت بلازم صار كميته مو ابندا وشكله مو اسينفيلك لونه يعني البين تمام؟ وفي فاري جرانولا في زي موزات هذا الشكل او التغير او في الخلايا المباطنه والله للسيست تمام المتشكل هذا يسمونه افكتن ميتافريجن هذه كومبليت ريمينال تمام وتكون النوكليوس هايبر كروماتيك ومدفوع على اسفل الحجم الصدري هذا نوع من انواع التغير اللي ممكن يرافق الفايبروسيستيك تشينجز اللي ممكن تشوفها في الفايبروسيستيك تشينجز هذه كومبليت ريمينال وهي جزء من الفايند اللي تحصل بالنون بروليفريتد اللي هو تشينجز. ننتقل بعد كذا للبروليفريت. هنا في عندنا ابيثيليا اللي هو هايبرفيجيا وسكلروزنج ادنوسس راح تشوف وانا اعطيك بريف في الكتاب عن كل واحد. طيب ابيثيليا هايبرفيجيا زي الاسم انا عندي طبقه المفروض او طبقتين من الخلايا كان عندك طبقه الان من الخلايا صار في بروليفريشن تمام؟ والبروليفريشن اوف سيلز كأنه يبغى يسوي لك زي تشكلات يعني شايفين عندي سليت مايك انا يبغى اعمل لك لون هذا سليت مايك الستيشن. طيب هذا جزء من اللي هو البروليفريتد تشينجز اللي ممكن تحدث في الفايبروسيستيك تشينج تمام؟ ممكن طيب في عندنا الادنوسس. الادنوسس التيرمينال اللي هو داكتشلز والاسيناي يحصلها بروليفريت شايفين
في زيادة في عددها وباك تو باك تكاد هذا الأدنوس. إذا زيادة عدد الأسيناي بكل أوبيوم هذا أدنوسس. أدنوسس في العربي وشو؟ يعني زي ما أدري إيش الترجمة الحقيقية، تردد ولا هذه بالضبط، يعني زيادة في حجم الأسيناي تمام. فهذا الأدنوسس عادة أدنوسس ممكن يترافق مع زيادة في الستروما تمام، فيصير زي درجة من الفايبروس فيسمونه سكلروزنج أدنوس. سكلروزنج يعني في فايبروسس يترافق مع الأدنوس. طيب هذا سكلروزنج أدنوس. طيب هنا لو تلاحظ الأسيناي هذا الكلمة زايد عددها نتيجة الفايبروسس وزيادة في الستروما المحيطة حوالينها ضاغطة على الأسيناي فمقفلة، فيبدو لك كانها كورد اوف سيلز. هي ما هي كورد اوف سيلز، هي أسيناي بس نتيجة كثافة الستروما رياكشن حوالينها ضاغطة على اللي هو الأسيناي فمقفلة، كان هذا شكلها زي الكورد اوف سيلز ما كان فيها أسيناي. وفي فايبروسس لكن حدودها ممكن ترسم حدودها، يعني هذا بينام لوبيوس شايف شكلها ممكن ترسمها ويك سيركمس فايبروس وشكلها زي تموج عشان السويرنج هذا تموج او الدوامات بسبب الفايبروسس المحيط. طيب وهذه يعني نفس الشيء طبعا اللي هو سكلروزنج ادنوسس في اللي هو زيان الجلد العدد هذا في درجه من درجات الفايبروسس وهذا السيستيك اكشنج سبري دايليشن. ها؟ هذه بيناين كونديشن، بيناين كونديشن بس تندرج تحت بروليفريتف الفايبروسيستيك اكشنج سكلروزنج فايبروس فيها درجه من الفايبروس. هذا معناه طبعا في مقوله الهيستولوجيك فاين الفرديجر هذا السكلروزنج ادنوسس كابينون والكارسينوما ان سايتو وجود اللي هو الميوكارديال سيلز بالاضافه للإبيثيليال هايبرفيجن. هذه الميوكارديال تبين تفاوت بنوع الخلايا، هذه ما تحصل لها بالبيناي رياكشن. هذه من ضمن الاشياء اللي تبين لك طبعاً هنا عملية التغيرات اللي قلنا عليها وربطها مع تقدم البريست كارسينوما المالجنسي. طبعاً المينيمال ما في أي تغير، حالات الفايبروسس تمام اللي قلنا عليها، السيستيك تشينجز، النون بروليفريتيف تمام، الأفكتن ديتابيجيا ودرجات الماي ذا هايبرتيجيا ما في أي زيادة في خطر تقدم أو تحول إلى مالينا. في زيادة طفيفة في حالات لما يكون عندك هايبرتريجيا بشكل واضح، زيادة هايبرتريجيا without اتيليا. في دكتور فابيتوماتوسس، الدكتور لما تكون عندك الدكت بالشكل هذا، احنا شفنا صورة فيها الفينستريشن من الفتحات، الفتحات اللي بالأضرار، وفي شكل آخر من الهايبرتريجيا عندك زي الفينجر لايك بروجكشن، هذا دكتور فابيتوماتوسس. هذا شكل من اشكال البروليفريتيف فايبروسيستيك تشينجز تمام، بالاضافه للسكلروزنج ادنوسس. في عندنا السيجنفيكانت انكريز ريسك في حال وجود هايبربليجيا واتيبيا اسوشيتد واتيبيا بالخلايا تمام. وجود الاتيبيا طبعا في عدم من فايندينج اكتشفها الهيستوباثولوجيست اسوشيتد والاتيبيا زي زياده هايبر كروماتيزم، زياده بالكروماتين خلايا تغير في شكل الخلايا او كذا، هذه ممكن زياده خمسه اضعاف. بدون اتيبيا ما في ريسك. الاتيبيا يعني في مايل ريسك اذا كان دكتور مثلا كاردينوماتوسس ولا اتيبيا في سلايد انكريز، بس الريسك الاساسي مع وجود الاتيبيا عنصر مهم جدا في التنبؤ بالتحول، يعني او التحول الى مالي الى هذا بناء. يعني هو كل الفايبروسيستك على بعضها بينا كلها بينا هاي نقطه. وهذا الفايبروسيستك تشينجز سمري كما هي صوره الكتاب، الكتاب موجود عندكم طلعوا عليها. طيب في عندك اخر شيء عمود صغير بالكتاب ذكر لك بعض الانفلاماتوري بروسيسز. عندك اكيوت ماستايتس النساء ايوه الاكيوت ماستايتس ايش هو؟ ايش معنى ماستايتس؟ انفلاميشن هذا حرفيا. طيب ايش سبب الاكيوت ماستايتس؟ انفكشن باي نوع من الانفكشن؟ ايش الموست كومن اورجانيزم؟ ستاف أوريوس هو الموست كومن كوز أوف أكيوت ماستايتس عادة في الأسابيع الأولى من النيرسينج
للبيض يحصل فشل في النظام فتعمل لك زي مدخل انتري للبكتيريا فتعمل الوايت بلد ماستايتس. لما يكون عندك انفلاميشن ايش الساين اوف انفلاميشن؟ هوتنس، ريدنس، بين، تندرنس، ايوه ممكن يكون في ديسشارج كذلك من النقل في الحرق. في حاله ثانيه نون بكتيريا بس هذه تاخذ مالها كرونيك انفلاميشن يكون كثير السبب غير واضح تمام لهذا الكرونيك انفلاميشن. كثير معناتها اتساع او دايريشن في الضغط هذا معناه عاده تكون في التيرمينال اللي هو اكسكريتوري دوت يحصل فيها دايليشن ممكن يحصل رابشر بنفس الدوت ويحصل اللي هو بريداكتال انفلاميشن ويحصل ممكن ريتراكشن للنيكل. الحاله هذه ممكن تكون واري سم عشان النيكل ريتراكشن يخاف انه يكون في اندرلاينج اللي هو كارسينوم تمام. فهذا الميموري دوت هذه نون بكتيريا تاخذ منحه كرونيك ولما نقول كرونيك ايش